التدريس وكونجراتوليشن على مؤتمر الوحدة في 2023. Let's go to my story. BTDM أو البوست ترانسبلانت دايابيتس A tale to tell. My agenda today, إيه هو البي تي دي إم؟ الإنسيدنس بتاعه، الريسك فاكتور، الباثوفيسيولوجي، هل في ديفرنت دايجنوستيك كرايتيريا أند تولز هتفرقوا عن المين ستريم دايابيتس؟ إيه الفيوتشر دايركشن والمانجمنت بتاعي هيمشي إزاي؟ البي تي دي إم ده الحقيقة سبيسيفيك تايب أوف دايابيتس راذر ذان مين ستريم كاتيجوريز أوكير أز ا كونسيكونس أوف سوليد أورجان ترانسبلانتيشن. مشكلة البي تي دي ام الحقيقة انه معاه increasing incidence في المورتاليتي وفي الموربيديتي considering السي في اس سوبر ادد كمان الليابيليتي للانفكشن. طب ما كل الدايبيتس اللي في الدنيا معاه الكلام ده، معاه increasing incidence في الكارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي وكمان معاه الليابيليتي للانفكشن. ايه اللي بيفرق لي البي تي دي ام النهارده عن المين ستريم دايبيتس؟ الحقيقة different consensus panel considering the organ transplantation group بدأت من سنة 2003 تلاحظ ان انا عندي glucose intolerance في many patient post transplant. فضلوا ماشيين من 2003 ل 2016 مسميين الموضوع new onset of diabetes post transplant لغاية ما جت ال ADA في 2016 حطت الريكومنديشن بتاعها وتشينجينج النيم الى BTDM او البوست ترانسبلانت دايابيتس بيزد على ايه. كل الاستاديز في الاول كانت بتتكلم ان غالبا البي تي دي ام اللي حصل او النيو اونست دايابيتس اللي حصل عندي بوست ترانسبلانت كان مرجعيته الاولى والاخيره هو الهاي ستيرويد دوز اللي البيشنت بياخدها قبل الاندكشن بتاع الاميونو سبريشن. ولكن الحقيقه في سنه 2015 كانت المفاجاه ان في استاديز كتير جدا اتعملت وقالت ان الايرلي وذرول اوف ستيرويد بوست ترانسبلانت فيرسس ان انا اكمل على فيري مينيمال سمول دوز من الاسترويد سبيشال البرنزولون 5 ملي جرام من 6 شهور الى 5 سنين وجدوا انه معاها الانسيدنس بتاع البي تي دي ام از فيري مينيمال. معنى كده ان في حاجه ثانيه ممكن تدخل العيان عندي في دايابيتس وهو ده الديفرنس اللي لقوه. ليتس جو تو اور ستوري. الحقيقه الانسيدنس بتاع البي تي دي ام بيتوقف على ديفرنت فاكتور منها النمبر اوف اورجان ترانسبلانتيشن منها كمان التايب اوف اورجان ترانسبلانتيشن. فوجدوا ان كل ما يزيد النمبر بتاع الاورجان ترانسبلانتيشن كل ما الانسيدنس بتاع البي تي دي ام بتزيد. مش كده وبس، ده في سبيسيفيك اورجانز معاها انكريزنج انسيدنس للدايبيتس بوست ترانسبلانت سبيشالي الكيدني ترانسبلانتيشن. كمان كل ما يزيد الايدج كل ما يزيد الويت يزيد الانسيدنس بتاع البي تي دي ام. الريسك فاكتور وبي تي دي ام اللي موجود عندي في حاجات منها بير ترانسبلانت وفي حاجات منها كونسيدرنج الالوجرافت وفي منها ما هو البوست ترانسبلانت. خلينا نفوكس على حاجات نون موديفايبل زي الجينيتك بريديسبوزيشن الادفانسد اوف ايج الميل سبيسيفيك الاسترويد يوز والامبيرد جلوكوز توليرانس بري ترانسبلانت. قالوا كمان ان الديكيزد دونر associated مع increasing the pro-inflammatory cytokines فده بيزود فرصة الانسيدنس بتاعت البي تي دي ام. هرجع هنا حتة بسيطة قوي في قصة الجينيتك بريدسبوزيشن، هل الجينيتك بريدسبوزيشن هنا عندي ممكن تزود البي تي دي ام؟ الحقيقة وجدوا إن الناس اللي عندها variability في السيكونس بتاع الدي ان ايه حاجة زي single nucleotide polymorphism considering the insulin receptor substrate والهباتسيولار نيوكلير فاكتور 4 معهم increasing incidence للبي تي دي ام. مش كده وبس، ده وجدوا كمان ان في some genes associated with increasing incidence وبي تي دي ام considering حاجه زي اللي قدام حضرتك ودي اللي هي الاوتوزومال دوميننت بوليسيستيك كيدني وكمان الناس اللي عندها سيستيك فايبروزيس. كمان بوست ترانسبلانت الانفكشن بلاي ان امبورتنت رول. ال HCV مع increasing للانسولين ريزيستنس ومع decrease للانسولين سكريشن كمان السيتوميجالو فيروس باي ذا سيم ليفل. وعشان كده لما هنشوف بعد كده في المانجمنت الحقيقه ان احنا بنبدا بان احنا نمانج كمان ال HCV والسيتوميجالو فيروس لو موجود. في سم تريس اليمنت سبيشالي الهايبوماجنيزيميا من احد ريسك فاكتور اللي موجوده بوست ترانسبلانت عشان تدخلنا كمان في بي تي دي اس.
وفيرست لاين اوف مانجمنت الحقيقه برضو هنتكلم عليه ازاي هنصلح الهايبوماجنيزيميا اللي ممكن تكون موجوده عندي. اذا القصه كلها ان انا بوست ترانسبلانت لقيت جلوكوز انتوليرانس في سام بيشنت، فبدانا نتوجه ان احنا ندور هل الجلوكوز انتوليرانس دي مكمله معايا والعيان دخل في دايبيتس ولا لا، هنشوف. ولكن احد الريكومنديشن للامريكان دايبيتس اسوسيشن سنس 2016 قالت ان احنا نبدا بعد ما البيشنت يبقى ديسشارجد والدوس كمان بتاع الايمينو سبريشن از استابليشد، وكمان عملت جريدوال وذرول للاستيرويد عشان اشيل الفاكتور ده من عندي. الباثوفيسيولوجي، هل القصه استيرويد؟ هل القصه عندي ان انا زودت الهبات الجلوكونيوجينيسيس بالاستيرويد اللي انا عملت بيها اندكشن؟ هل القصه ان انا زودت الابيتايت، زودت الويت، عملت امبيرمنت للانسولين سنسيتيفيتي، ولا القصه كلها في حاجه زي الانفكشن زي ما تطرقت وقلت، ولا المشكله كلها عندي في الاوبستي، ولا الجينيتك برضو زي ما قلنا، ولا الموضوع كمان ادد فاكتور فيه الا وهي الاميونو سبريشن؟ الحقيقه قصه الاميونو سبريشن كبيره قوي، بس ليتس جو الاول نقول ان انا عندي بروتين كاينيزس او بيبتايدز موجود عندي في البادي which is called كالسينيورين، ده عباره عن كالسيوم وكالموديولين بروتين. والحقيقه الكالسينيورين موجوده نورمالي في البادي وبتبقى مسؤوله عن انكريزنج البرودكشن والاكسبريشن اوف انترلوكين 2 اللي بيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيل عشان الاميونيتي. امال ايه النوع الثاني من البروتين بيبتايدز اللي موجود عندي which is called ام تور او الماميليان تارجت اوف رابامايسين؟ ده برضه عباره عن بروتين مسؤول عن البروتين سينسز والسيل جروس. المفروض ان الاميونو سبريشن ان انا بعمل انهبيشن للكالسينيورين دي وبعمل كمان انهبيشن للماميليان تارجت اوف رابامايسين، يعني بستخدم الكالسينيورين انهبيتور وكمان بستخدم الام توري او الماميليان تارجت اوف رابامايسين انهبيتور. طب دول بيشتغلوا ازاي؟ الموليكولر ليفل الحقيقه الكالسينيورين اللي هي اوريدي موجوده نورمالي في البادي بتبقى مسؤوله عن انكريزنج البروليفريشن في الضغط على مستوى البيتا سيلز، زي ما قلت انها مسؤوله عن بروتين سينسز وعن برودكشن اوف انترلوكين، وكمان بتعمل اكتيفيشن لواتس كولد نيوكلير فاكتور اكتيفيتد تي سيلز، وكمان السايكليك اي ام بي عشان يزود الانسولين ريسبتور سبستريت وبالتالي يزيد الانسولين سكريشن. لو عملت انهبيشن للميكانيزم ده بالكالسيونيرين انهبيتور اتس ايزي ان انا اديفلوب بي تي دي ام او البوست ترانسبلانت دايابيتس. طب الماميليان تارجت اوف رابامايسين انهبيتور اللي انا قلت انها مسؤول عن البروتين سينسز وكمان عن السيل جروس، بيبقى مشكله ان انا لو عملت انهبيشن ليها ان العيان بيخش في ابوبتوزيس اور بروجرامد سيل ديس. اشخص البي تي دي ام ازاي؟ انا قلت ان انا محتاج ديفرنت دايجنوستيك كرايتيريا. العيان قايم بوست اوبراتيف، العيان عنده انيميا، نيفر ان انا الجا للاي وان سي في الاول، واعتبر ان اول 45 يوم مش هدور على البي تي دي ام، ولكن هكونسيدر ان البيشنت ده بيخش في ترانزنت هايبر جلايسيميا وكمان بيخش في جلوكوز انتولرانس، وهمانج ومش عارف الدنيا هتوديني لفين. هل العيان ده على اللونج ران هيديفلوب دايبيتس فعلا، ولا القصه كلها ان الموضوع الاندكشن بتاع الاميونو سبريشن هو اللي مدخلني في هايبر جلاسيميا او حاجه ويل بي ريزولفد؟ فبداوا يقولوا ان انا في اول 45 يوم نيفر ان انا اشخص بي تي دي ام، انا جاست بمانج الهايبر جلاسيميا والجلوكوز انتولرانس اللي موجود عندي باي انسولين. انما من 45 ل 365 يوم في اول سنه بعتمد على الاورال جلوكوز تولرانس تنست بالارقام اللي حضراتكم شايفينها قدامكم. هعتمد ان الفاستنج جلوكوز اكتر من 126 و 2 اور بلازما جلوكوز اكتر من 200، هعتمد على المين ستريم فاستنج بلاد جلوكوز برضو اكتر من 126 والراندوم بتاعي عدي ال 200 او الاي وان سي بتاعي لو عدى 6.5. انما بعد سنه كل الخيارات الحقيقه بتبقى مفتوحه قدامي، ممكن اعتمد على الاورال جلوكوز تولرانس تيست زي ما انا عايز بكل المشاكل والمميزات بتاعته، اعتمد كمان على الاي وان سي بيبقى ديفينت لان الانيميا المفروض انها اتحسنت. عشان كده بدات كلامي وقلت ان انا اتس بيتر ان انا بوستبون الدايجنوزيس بتاع البي تي دي ام انتل بيشنت از تشارجد اند ذا دوس اوف اميون سبريشن از استابليشد. هل البي تي دي ام ده اللي انا دورت عليه وشخصته بيأثر لي على الاوتكم بتاع الجرافت اللي انا عملته؟ شور طبعا.
وارد جدا ان البي تي دي ام اللي بيحصل عندي ده يدخلني في جرافت ريجكشن، يزود اللايبيليتي للانفكشن، يزود اللايبيليتي للكارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي زي ما قلت. ايه التشالنج اللي موجود عندي في البريفنشن والدايجنوزس؟ الحقيقه تسمست الاول ان انا اعرف ان انا وانس ان انا شخصت بي تي دي ام اتز ا كرونيك ديزيز ونو كيور، انا جاست بكنترول. والجايد لاينز اللي هتبقى عندي او الجولز بتاعي ان انا اتشيف اند مينتين نورمال بلاد جلوكوز، ان انا بريفنت او ديلي البي تي دي ام اللي موجود عندي، وان انا امبروف الكواليتي اوف لايف. جت الجايد لاينز في 2021 في الامريكان دايبيتس اسوشيشن وحطت لي ديفرنت جايد لاينز كونسيدرنج تريتمنت والمانجمنت. او الحقيقه الموضوع ان انا ادخل العيان في دايابيتس بريفنشن بروجرام كونسيدرنج الفيزيكال اكتيفيتي، اصلح الهايبوماجنيزيميا باورال مغنيسيوم سلفيت ايفن قبل الدايجنوزيس بتاع البي تي دي ام اللي موجود عندي كمان. وارد جدا ان انا اصلح الاتش سي في او الجا للجانا سايكلوفير اللي هو تريتمنت السيتوماجالوفيروس لو انا عندي ايفيدنس للكلام ده. التارجت بالنسبه لي زي ما حضراتكم شايفين ان انا اخلي البيشنت عندي البلد جلوكوز ليفل بتاعي من 140 ل 180 والاي 1 سي اراوند السبعه كونسيدرنج الايدج. اي بي تي دي ام الحقيقه القانون العام ان انا ببدا في التريتمنت بتاعي بانسولين، والقانون العام الثاني لو انا عرفت ادخل البيشنت في كنترول وده ماست وواجب عليا ان انا شفت لاورال او الى نون انسولين انجكتابل ميديكيشن. ايه اللاند مارك بالنسبه لي؟ هو الجي اف ار. تعالوا نشوف الاول البوزيشن ستيتمنت او الانديفيدواليزيشن بتاع البيشنت ده هيبقى شكله عامل ازاي قبل ما اخوض في المانجمنت او التريتمنت. نمبر 1 لازم اعمل مانيبيوليشن للاميونو سبريشن اللي موجود عندي. انا خلاص خلصت من قصه الاستيرويد وعملت استابليشمنت لفيري مينيمال دوس عشان اعمل اندكشن للاميونو سبريشن. خلينا نعمل مانيبيوليشن للاميونو سبريشن نفسه. لازم نكون عارفين ان دائما ابدا ان الاميتوري او الماميليان تارجت اوف ريبامايسين انهيبيتور اللي بتبقى يوزد زي التاكرولمس عندي اتس بيتر وليس دايبيتوجينيك زين ال كالسيونيرين انهيبيتور اللي هو السايكلوسبورين العادي. كمان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان التاكرولمس از مور دايبيتوجينيك ذان سايكلوسبورين، فالمانيبوليشن اللي بتبقى موجوده ومتاحه عندي اكوردنج للسايد افكت اللي انا هلاقيها في الاميونو سبريشن اتس بيتر ان انا ارتب الكلام ده قبل ما اخوض في الميديكيشن. طبعا البيشنت بروفايل بالنسبه لي يفرق جدا. انا خلاص بدور كل 3 ل 6 شهور على الكومبليكيشن، بعمل كونتينوس مونيتورنج للبيشنت اللي موجود عندي، ادخل البيشنت في دايابيتس بريفنشن بروجرام زي ما قلت، صلحت الهايبوماجنيزيميا، ابدا ادور ان انا تريت تو تارجت 140 180 بلد جلوكوز بتاعه، الاي 1 سي بتاعي اباوت 7 وده زي ما قلت اكوردنج للايدج. البوزيشن ستيتمنت او الانديفيدواليزيشن للتريتمنت اللي عندي الحقيقه ما بقاش عامل مثلا ليفر ترانسبلانتيشن وابدا ادي للعيان تي زي ديز او سايزوليد انوديون انهيبيتور عشان الريسك بتاع الايديما او السولت والووتر ريتنشن اللي موجودين عندي. وزي ما قلت ان المنتور بالنسبه لي او جايد لاين بالنسبه لي ان انا بدور على الجي اف ار، فلو هختار حاجه من المانجمنت اللي موجود قدامي ده طبعا عندي حاجات كتير جدا متاحه. عندي صوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهيبيتور، عندي جي ال بي 1 اجونست، عندي دي دي بي 4 انهيبيتور، عندي سلفانيل يوريا، عندي البايوجليتازون. زي ما قلت البايوجليتازون على الرغم من الافيكاسي بتاعها انما صعب ان انا الجا لها في بعض حالات الترانسبلانت الموجوده عندي. سلفانيل يوريا تحمل الريسك بتاع الهايبوجلايسيميا، الدي دي بي 4 انهيبيتور سيف واتس بيتر ان انا ممكن الجا لها بعد ما شيفتنج من الانسولين الى الاورال ريجمن عندي. الجي ال بي 1 اجونست الحقيقه في الاستادز والريكومنديشن اللي اتحطت في الاي دي اي 2021 حطت الجي ال بي 1 اجونست كفيرست لاين اوف مانجمنت بالنسبه للعيان البوست ترانسبلانت دايابيتس، لانه بيشتغل زي ما حضراتكم عارفين الى جي اف ار اباوت 30 وانا مش قلقان. الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور تيك كير عند جي اف ار 60 واتس بيتر ان انا استوب اول ما جي اف ار يوصل ل 45 بكل برضه ما تحمله من تبعات كومبليكيشن زي اليوروجينيتال انفكشن. كمان حطوا بوزيشن ستيتمنت اباوت نيو ميديكيشن زي تيرزابيتايد او المنجارو which is a GLP1 and GIP selective proliferative effect. قالوا اتس بيتر ان انا ابعد عن المنجارو تماما في عيانين البوست ترانسبلانت دايابيتس. هو الموضوع لاكنج ستادز انما القصه كلها
حطوا الريكومنديشن دول في عيان سبيسيفيك، الا هو عيان الليفر ترانسبلانتيشن عشان السايد افكت وما يحمله من جول بلادر ستون او بلياري بروبلم، وكمان تيك كير اباوت ثايرويد. اقل من 2 مينتس كمان. الحقيقه الفيوتشر دايركشن كلها بتدور على هل في نيو دايجنوستيك تولز او نيو دايجنوستيك كرايتيريا، هل ان انا عندي نيو ميديكيشن. ماي كونكلوجن، بوست ترانسبلانت دايابيتس از نون كومبليكيشن اوف سوليد اورجان ترانسبلانتيشن، بي تي دي ام از اسوشيتد ويز انفيكشن كارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي، ذير از ان اوفرلاب اوف ريسك فاكتور فور تايب 2 دايابيتس ميليتس اند بي تي دي ام، هاويفر ذا باثوفيزيولوجي اند كلينيكال كورس ار ديفرنت، هنس اتس امبورتنت تو اوير او بي تي دي ام اند اندرستاند هاو ات از دايجنوزد اند تريتد. Treatment strategies should be tailored according to the individual or individualization or manipulation. There are opportunities for prevention of BTDM by modifying risk factor. Thank you for attention.